نأتي الآن إلى شرح مبدأ عمل الفكرة من خلال هذا المخطط البسيط. أولا، لدينا هنا قنينتان مملوءتان بالمياه المنزلية العادية، القنينة الأولى والقنينة الثانية، مع ضرورة ترك فتحة فراغ ليمر الهواء المتدفق من خلالها هنا وهنا بالقنينة الثانية كذلك. كيف تتم العملية؟ بتمرير تيار كهربائي قيمته 12 فولت على سبيل المثال، تتحلل جزيئات المياه وتنفصل ذراتها بفعل الصفائح المعدنية. هنا الصفيحة الأولى والصفيحة الثانية لا يوجد أي تماس كهربائي بينهما غير اتصالي، بمعنى أن الاتصال الذي يتم بينهما عن طريق المياه المالحة. هنا مياه مالحة، يعني أين هنا مياه أضفنا لها القليل من الملح حتى أصبحت موصلة للتيار لكن بشكل غير مباشر، لكن في هذه القنينة فهو ماء عادي بدون إضافة الملح. وبفعل الصفائح المعدنية الموجودة في المياه تتحلل جزيئات الماء كما قلنا، وتولد إحدى هاتين الصفيحتين غاز الأكسجين، والصفيحة الأخرى تولد لنا غاز الهيدروجين. وبتجميع هذين الغازين يتكون عندنا غاز قابل للاشتعال، وهو الغاز الذي نقوم بتجميعه في هذه البالونة كما ترون من خلال هذه الصورة، بحيث يقوم التيار بتوليد الغاز من خلال هذه الصفائح، يتدفق عبر هذا الأنبوب الذي يشكل طبقة أمان وحماية، وبعدها يتدفق الغاز كذلك عبر هذه القنينة ليملأ البالونة، البالونة مملوءة بغاز الهيدروجين مع الأكسجين. وكتنبيه فقط، فإن هذا الغاز غير سام وصديق للبيئة، لكنه يصبح خطيرا في حالة حدوث تماس بينه وبين شرارة النار. وأحذركم من محاولة تجريب الولاعة مباشرة على الأنبوب لأن هذا خطير على حياتكم. هذه القطعة التي ترونها أمامكم الآن قمنا بتقطيعها إلى نصفين بعد استخراجها من البطاقة الأم للحاسوب، بحيث تكون موضوعة على المعالج البروسيسور من أجل التبريد. هي قطعة من مادة الألومنيوم.
والآن نتأكد هنا من عدم حدوث أي تماس كهربائي بين القطب السالب والقطب الموجب. والآن نقوم بتحضير خليط الماء المالح من خلال إضافة القليل من الملح، لأن الماء في حالته العادية غير موصل للتيار الكهربائي. القنينة الثانية نضيف فيها الماء العادي دون الحاجة إلى إضافة الملح. مصدر التغذية في هذه التجربة سيكون من هذا المحول الكهربائي الذي يقوم بتحويل التيار من 220 فولت إلى 12 فولت. في هذه التجربة سنشتغل بتيار 12 فولت مستمر. الآن كما ترون هنا لدي ولاعة، بعد أن قمت بتقطيعها من الأسفل أقوم بتفكيكها لتحرير القصبة البيضاء الموجودة في الداخل، لأنها تسمح بخروج الهواء في حالة الضغط العالي جدا. وبعد استخراج هذه القصبة أعيد تركيب أجزاء الولاعة من جديد. قد يتساءل البعض عن سبب استعمال هذه الولاعة. الإجابة بسيطة، إنها مسألة وقاية وسلامة فقط، لأن هذا الغاز خطير في حالة تماسه مع شرارة النار، ولكون الولاعة تحتوي بداخلها على مضاد استرجاع النار إلى الداخل فإنها تبقى أفضل وسيلة من أجل السلامة. معلوماتكم، فإن هذا الغاز يحتل المرتبة الأولى عالميا في قدرته العالية على اللحام وإذابة المعادن الثقيلة،
وذلك نظرا لحرارته المرتفعة التي تصل إلى 141 جول، وبمقارنته مع غاز البوتان المستعمل في المنازل فإن هذا الأخير يبقى ضعيفا أمامه نظرا لحرارته التي تصل إلى 49 جول فقط.